أهلا بكم من جديد. وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين الشوارع والميادين لمواجهة دعوات التظاهر من بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للخروج في مظاهرة الجمعة المقبل تحت شعار ثورة الغلابة والمعروفة بمظاهرات نوفمبر، فيما نظم عدد من الأحزاب مؤتمرا صحفيا بعنوان لا للفوضى نعم للمكاشفة لإعلان موقفهم من تلك الدعوات. وللمزيد في التقرير التالي. بريطانيا في 23 سنة، وكنت أرفع التليفون وأكلم الجهات المسؤولة عن مظاهرات. أنا عايز أعمل مظاهرة قدام السفارة المصرية كذا كذا، يقولوا لي كام العدد والوقت إيه، ويبعث البوليس يحافظ على هذه المظاهرة. إذا الحريات يجب أن تكون منضبطة وليست مطلقة كما يقول بعض الناس أو مصر او غير مصر. نرفض اي دعوات تديلهم 11-11، وهي دعوات هدفها طبعا تقريبي، وهدفها ضد استقرار البلد بتاعي، وهدفها يعني اشاعه حاله من الفوضى في البلد. اللي بيدعي ال 11 مين؟ هم فئات مش معروفه للشعب، طالب قبل مين؟ قبل بعض الفئات هي مجهوله الهويه للشعب المصري. برحب معنا في الاستوديو النهارده بالدكتورة غادة شريف الكاتبة بالمصر اليوم. اهلا بك يا دكتور غادة. اهلا يا سارة. دكتور غادة، يعني البعض يرى ان الدعوات للتظاهر بشكل عام هي دعوات لهدم الوضع الحالي، وهي دعوات غير واضحة المعالم. يعني برأيك كيف نواجه هذا النوع من الدعوات؟ شوفي، هي دي مش جديدة، يعني من يوم رئيس السيسي تولى الحكم، او يمكن نكون اكتر يعني دقة، من يوم 30/6/2013 واحنا عندنا كل شوية حاجة زي كده، ولسه هيحصل بعدها برضو بعد 11/11 يبقى في 25 يناير الى اخره. هو الغرض بيكون ايه؟ بيكون انك تفضلي واقفة على ضوافرك كده، يبقى البلد دايما في توتر، مراحل توتر يخلي الناس مش عارفة تنزل ما تنزلش، تودي الولاد المدرسة ما توديش، لازم يبقى في نوع من القلق موجود بين الشعب. لكن ما يميز الدعوة الأخيرة بتاعت 11/11 ان في جزء كبير جدا من معسكر او من جبهة 30/6 بانوا على اصلهم، بانوا كل من لم يحصل على مصلحته اللي كان متصور ان هو هيجنيها لما يقف جنب السيسي او لما يعزل الاخوان، النهارده بتلاقيه بينتقد، سواء بقى كان حد نفسه يبقى ريس والشله اللي حواليه، سواء كاتب كان نفسه يبقى وزير وما بقاش، سواء حد كان نفسه يبقى من الدائره المقربه من الرئيس وما بقاش. الواضح قوي في الدعوه بتاعت 11/11 ان هذه المجموعه اتكشفت قوي، وانا يعني دي حاجه تؤسفني، لان الواحد برضو لغايه اخر لحظه ما كانش عايز يصدق، سواء بقى اعلامي بيهاجم او الى اخره. لكن في النهايه 11/11 ده يوم هيعدي زي غيره، وهيجي لنا بعديه هيحصل اختراع ليوم تاني، وبعد 25 يناير هيحصل اختراع ليوم تالت. هو الغرض ان تفضل الناس دايما واقفه كده متربصه ومتخوفه وفي حاله قلق.